فيما يتعلق بغزة، ممكن العراق يلعب دور في إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة؟ العراق ممكن يلعب دور، لكنه الدور راح يكون محدود حقيقة، لأنه هو يعني صديق إلى الولايات المتحدة، صديق إلى إيران، صديق إلى لبنان، صديق إلى دول عربية كثيرة، فيستطيع أن يكون يأخذ دور الوساطة والمفاوضات، وهو حريص على سلامة الشعب الفلسطيني وسلامة أراضيهم أخواننا في أهلنا في غزة. أي. بالتأكيد الزيارة ستتناول ملفات اقتصادية بين البلدين، سواء العراق ومصر أو العراق وتونس. هذا الجانب الأول. جانب التعاون في مجالات عديدة استثمارية اقتصادية، وكذلك تعاون أمني موجود سيكون حاضرا مناقشة هذه الملفات، فضلا عن مناقشة القضية الوطنية المهمة، القضية العربية المهمة، هي قضية إخواننا الشعب الفلسطيني وما يعانيه أهلنا فيها.